عشان اكتب على حد عم تجرحينا بكلامي. انا هي كل ما على لساني يكون بعلمك. انا هذا اللي عم بستنى. يعني مزبوط. انا هو ما هو عيونه عم جو ما بسمع منيح يمكن. وين طيب من الغرب؟ جزء المالديف. كم عدد الاكوا؟ مرحبا. يا اهلا وسهلا. كيفكم؟ الحمد لله. عرفنا عن اسمائكم. انا تفضل انت. محمد. انا مؤمن. مؤمن. اليوم بدي اسالكم سؤالين. جاهزين؟ وبدنا نشوف حدا معنا كمان. انتوا اثنين وفي معكم خصم كمان. تمام ما في مشكله. انا هذا اللي عم بستنى. يلا بحب الاخصام يعني. عرفت علي؟ ايه. وانتوا قد التحدي بتكونوا؟ احنا عشان اكتب على حد. اوكي. عم تجرحينا بكلامك. لو سمحت يعطيك العافيه ممكن بس شوي. عاملين مسابقة. بس بعد امشان الله في تحدي بيناتنا. انا هيك حابب ترجع. انا هيك كل ما على لساني يكون بعلمك امشان الله. بس حلو كثير مو هيك؟ غير ما في مشكلة على السريع. رح نبلش معهم. تحبوا المعكرونة بالبشاميل؟ انا المعكرونة كل لما بتمر على راسي. انت شو؟ انا والله يعني شو بدي اقول لك، مالي دقيقة بالمرة. انت بتعرف شيء؟ بدي اسألكم بأي عام تم اختراع المعكرونة؟ ايه شو اسمك صح؟ يزن. هلا وسهلا. عارفين على الشباب احلى شاب والله. حضر هون. انا مؤمن. سالتكم انا سؤال من شوي، انه بنحب المعكرونه او لا. ايه وبعدين قلت لك باي عام تم اختراع المعكرونه. وانا اللي انا عايش من اول 13 امبارح يا زلمه. شو بدي اعرفني بالقصة؟ انت انا لا، المعكرونه بالبشاميل انا كانت ستي من زمان كانت تساويه. انا بعتقد يعني بالعام 1863. والله بيني وبينك انا ما بحبها. بالبشاميل كانت تعملها كمان؟ كانت تعملها بالبشاميل. ايه كانت تحط معها خضره كمان. مش ايامها كان في بشاميل او معكرونه يا زلمه. انا على راسي يا غالي. يعني مزبوط انا كلامي بال 1823؟ لا خطا. معقول يا زلمه؟ هي بالالفينات المعكرونه. انا كل ما بحبها لو بحبها بتعرف يعني؟ اي عام؟ 2002. من اين تشرق الشمس يا يزن؟ من الغرب. ما شاء الله. زل عين عليك. ما شاء الله. ما هو عيونه عم جو ما بسمع منيح يمكن. من وين؟ لا هو صح من الغرب. تشرق الشمس من الغرب. ايه من وين بتشرق؟ قلت لك انه عيونك عم جوك ما بتسمع منيح. انت اللي ما عم تسمع مو انا. وين طيب من الغرب؟ هلا في سؤال. انا بقول من الشرق. انا قلت لك هي من وين بتشرق؟ من الغرب. شفتها من اول امبارح الصبح كانت عم تشرق من الغرب. نفس الصبح يعني. هو اليوم بلكي شافها اليوم. شفتها. هلا بدي اسالكم عن جزر المالديف. جزر المالديف. كم عدد الاكوا؟ هاي نزلناها هذيك السنة. ما عديتوا كم كوخ هني؟ شو بيعمل؟ كوخ الخشب. هدول اللي بيقعدوا بقلبهم وسودان وما سودان وهدول. والله العظيم أنا ما بشوف غير على التلفزيون. أما أني هو اللي عم يقول رحتوا. وين؟ رحنا أنا وياه وقتها. رحت أنت وستك ما دخلنا أنا. شلون أنا وستي يا زلمة؟ أنت كنت معنا؟ لا والله على أساس كنت بدك تاخذ ستي. انت هذا الحديث مرفوض. صلي على النبي. انت انا مين كذاب ومين صادق؟ هو يا اخي شو عامل لك على كوخ واخ ماك واخ؟ انا شو بعرفنا الامور كلها. لك خلصينا هالمقابله طلعين يشتغلوا ببعض. في مجال. طيب يلا شو برجك انت؟ انا برج الثور. ثور؟ نعم. وانت؟ والله بستحي اقول لك سطل. دلو. دلو. لا كثير بيقفلوا على بعض الشباب. طب القرد بعين امه؟ ما بزر. لا شو هالحكي؟ شلون؟ شلون عم تسمع؟ شلون؟ القرد بعين امه شو؟ ما بعيد عنك. وانت؟ انا بقول غزال. انت هيك بتقول؟ انت شو بتقول؟ قرد. شو بدي يكون؟ قرد بعين امه قرد؟ والله ما بعرف. اوعى تقولي لي انه صح. صح. للاسف. اي واحد صح بس. ماشي طيب. اي واحد الصح. يزن. انا هيك وهيك. هلا نربحن؟ ايه. تفضل. جائزة مقدمة من يلا تي في لحضرتك. شكرا كثير. في مجال لك شغلة؟ اسمع شوي. يا يزن. شوي. بس عبقري. جد جد. شخص عبقري جدا للغاية يعني. وذكي كثير يعني. ما شاء الله عليك. شكرا مو ناقصني. تشرفنا بمعرفتك. احلى يزن دور. جاية من جزر المالديف انت؟ ايوه ما شاء الله. عن افريقيا. يا الله افريقيا. بس ما باين عليك افريقي. انا جاي هيك. جاي ضرب براني. طيب ماشي. شكرا كثير لكم يا شباب. شكرا. تشرفنا بمعرفتكم والله. تفضل. من هون ولا من هون؟ هلا يزن. بس يزن بده يقول لكم شغله. ايش عم تقول؟ ما بعرف. تعرف شو بدك تقول لي؟ شو بدك تقول لي؟ ايوه تعال. طلع من هون. عم امزح معك. انا معهم من الفريق. جاي زين. لا انت
لا مشان هيك عم بقول الأردب بعين أمه. أمسك هاي لا هاي الإجازة. بعيد عنكم أنا معه من الفريق. مو بس هاي شو كمان تاني؟ تبع الشمس. تبع الشمس عم تشرق من ال. يعني هدول كل الأسئلة هاي. تمام هاي الإجازة لستك اللي عم تحكي عليها. ستي. لا جزء. لك ليش هاي؟ عشان تقدر تطلع فيه عنا. لأن طلع بس أنت ما طلعت. لا هو وستة يصطفلوا أنا ما دخلني. شكرا لكم. هلا وسهلا. هلا. أنا جبت التاسع بالغش. هذا بالطاير بيت. مو بس صعب. عدتلي بدني. والله صعب السؤال. شفيق. كيفك؟ شو أخبارك؟ طيب عرفنا عن اسمك. يامن. يامن يامن أنت شو دارس؟ تاسع. تاسع برافو. طب شو بتشتغل؟ ما بشتغل. ما بتشتغل. طيب برافو حلو. بدي اليوم أسألك سؤالين على السريع. يلا. جاهز؟ يلا بس بدنا نوقف حدا. يلا. مين بدنا نوقف حدا؟ اختار انت اذا بدك يعني ما في مشكله. هذا بالطاير بيضا نفس طاقيتي لانه اه نفس طاقيتك لو سمحت استاذ. مرحبا انت نفس طاقيته. اخواتنا اخوات لقوا بعض بالحلقه. كنت عم بحضر حلقه بس خلص. اه والله اهلا وسهلا. طيب اليوم بدنا نسالك سؤال وتصير انت حلقه وتحضر حالك شو رايك؟ موافق. برافو. مش انتو بسستون؟ يا من يا من حجدي وبيزن سيد. ما هو معنى جملة شرم برم بابا ناهي بالهندي؟ تفضل. شرم برم بابا ناهي. في كل واحد يعني كل حدا كل كلمة لحال. أنا جبت التاسع بالغش. بالغش؟ أيوة. كيف كنت تغش؟ ما بعرف هيك كنت غش هي. يعني قصدي كنت تكتب هيك وراء ولا سماعة ولا شلون؟ لا والله من رفيقي. من رفيقك ذكي كان؟ ايوه. ليكون هو الشاب هون؟ لا انا اذكى حدا بالعالم. انت اذكى حدا بالعالم مو بس صح. عرفت اللي بدني؟ والله ما عرفته. ما عرفته. طيب بنسأل سؤال هون لاستاذ يزن. استاذ يزن بتعرف انت عن جد بتعرف ولا لا؟ شو بعرف؟ في عنا نحن بنجلي بالجلي. انت بتعرف تجلي؟ طبعا. انت بتعرف تجلي؟ في سفنجة تطلع بأفلام كرتون من زمان. تعرف شو هي؟ شو هي؟ بسيط. مين رفيقه؟ مين بحب سبونج بوب؟ ساندي. واحد كتير مقت. مقت هيك معهم. شفيق. مين بذكر؟ شفيق بحار. هاي كنيته كمان حافظ كل العائله ما شاء الله. هلا برو بنسمع والله. هذا احلى. انا هي انا باخذ شخصين. صح بالله والله صعب السؤال. يعني انا شريره هيك قصيره. ما هي الكائنات التي تعيش في مجرة درب الدبابه؟ درب الدبابه يلا مين بيعيش هنيك؟ هنيك اخذ تاسع فش جاي اعرف السؤال. طب نغير يعني السؤال. السؤال انا والله بعرفه. اذا انت يا ولد سؤالي. لا ليش عم تتخانق؟ مو نفسي نفس طوائي. لا بس افتح لورا بتصير. هاي شو السؤال؟ درب الدبانه. دبابه ايه والله ما عرفت. ما عرفت؟ لا والله. يا الله استاذ يزن نرجع لعندك. شو الفرق بين المانجا والبرتقال؟ شو يعني اوجد الفرق بيناتهم؟ هذا طعم المانجا وهذا طعم البرتقال. برافو. واللون هذا اورانج. هذا برافو برافو برافو. انت كثير ذكي. برافو. طيب رح اسالك سؤال ثاني. بتعرف كمان لاتاكد من ذكائك بتعرف انه كم اخطبوط كم حرف طاق بالاخطبوط؟ طاقتين. طاقيه. برافو. عصيرة الطواقي. عصيرة الطواقي. انت ربحت هي الجائزة. الخنجر اول شيء. لا هي جائزة مقدمة من يلا تي في. بس بعد الحلقة صاحب الخنجر. شكرا. صاحب الخنجر. صاحب الخنجر بعد. ايوه. ابو شاب معه. كل يوم تعال. شكرا كثير لك يا مين. ليش عم تطلع لورا؟ ما تطلع ما بيصير. لا بتطلع لورا. لانه نحن بدنا نمزح معك. بتطلع لورا. انا بتطلع لهني. وانا بتطلع لهني. ويا زمان بتطلع؟ انقذوني. طلع عطائتي. كيفك؟ الحمد لله. يعني لا توقفنا انا مع الفريق. جاهزه لك تقدم لك. شكرا. ليجك تحب حاجه؟ لا والله. شكرا كثير لك يا عمي. لك زو حبيبي. اهلا وسهلا. باي.